كيفية معرفة لجنتك الانتخابية عن طريق الموبايل بالخطوات. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعت الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تقام في الأول من ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، وفي أيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين بداخل البلاد. لذا يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، وهي مجموعة من الخطوات البسيطة. أولاً هتدخل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، هتلاقي أيقونة مكتوب عليها استعلم عن موقفك الانتخابي، قم بالضغط عليها. وبعد كده هتكتب الرقم القومي المكون من 14 رقم، وبعد كده هتضغط استعلم. وفي طبعاً طرق أخرى يمكن من خلالها معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، منها اتصال على رقم 141 أو إرسال رسالة نصية على 5151 مكتوب فيها الرقم القومي. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية. شكرا لكم على طيب المتابعة.